وللمزيد بشأن موقف الميليشيات الموالية لإيران من الوجود الأمريكي في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي سيد حسين سبعاوي. سيد حسين، بداية أهلا بك. يعني جواد أطليباوي القيادي في ميليشيا العصائب يقول إن المقاومة، والمقصود هنا طبعا الميليشيات، يقول إنها قبلت على مضض الكثير من الخيارات المرة وشبهها بأكل الميتة من أجل الوحدة والمصلحة الوطنية العراقية. عن أي مصلحة وطنية يتحدث أطليباوي هنا على حد رأيك؟ يعني أولا علينا أن ندرك بأنه الأطليباوي وغيره من الميليشيات أو ما يسمى محور المقاومة، هؤلاء ليسوا محور مقاومة، ولم يقاوموا الاحتلال الأمريكي عام 2003 إلى أن انسحب الاحتلال وهم جزء من منظومة الاحتلال في مواجهة المقاومة. هذا ما يجب أن نثبته ونعرفه من يعني بداية الحديث. الذي يقول أنه قبلنا على مضض و يعني أنه كان مضطرا لقبول الكاظمي، أيضا علينا أن ندرك أن وجود الكاظمي أو مجيء الكاظمي هو نتيجة التخادم الإيراني الأمريكي وليس نتيجة الصراع الأمريكي الإيراني. لا يوجد صراع أمريكي إيراني على العراق، يوجد تخادم، ولكن هناك شخصيات هي أكثر ميلا لإيران فلم تنل رضا مجلس النواب والكتل النيابية، فجاء الكاظمي الذي يستطيع أن يوفق بين مصالح الدول التي تهيمن على العراق، فكانت النتيجة بقبول الكاظمي راعيا للمصالح الإيرانية والأمريكية معا على الساحة العراقية، والخاسر والشعب العراقي. كتلة الفتح التابعة للميليشيات سيد حسين اعترفت أن القوى الرافضة للوجود الأمريكي في العراق أوقفت عداءها وتصعيدها ضد الوجود الأمريكي بسبب ظروف العراق الحالية التي يمر بها، سواء على الصعيد الاقتصادي أو بسبب جائحة كورونا، وكذلك بسبب ما قيل إنها علاقات جيدة بين أمريكا والكاظمي. باعتقادك أين تبخرت تهديدات الميليشيات بلزوم طرد الأمريكان من العراق؟ سيدي أنا قلت لك أنه هذه الميليشيات هي جزء من منظومة احتلال العراق. هذه الميليشيات هي من جاءت مع الاحتلال، والاحتلال هو من دربها وسلحها، وإن كانت إيران سلحتها لكن برضا أمريكي. هذه جزء من منظومة الذي يتكلم على أنه قبل بهذا الوضع نتيجة جائحة كورونا وإلى آخره. أين كان عام 2003؟ كيف قبل بالاحتلال؟ هل كانت جائحة كورونا موجودة في العراق وفي العالم؟ هؤلاء الناس ألف يعني حقيقة لا يعرفون، يكذبون كما يتنفسون على الشعب العراقي. والمشكلة أنه لديهم قنوات إعلامية وإعلاميين يسوقون لهم كذبهم وكلامهم على الشعب العراقي. هذا المحور هو محور الشر وليس محور المقاومة. هذا المحور هو هذا المنطقة ودمرها، دمر المنطقة العربية اليوم في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي بقية الدول العربية التي موجود فيها هذا محور الشر. هذا المحور ما هو إلا أداة لدى القوى لتدمير المنطقة. سيد حسين، يعني في أكثر من تصريح إعلامي مسؤولون تابعون للميليشيات المختلفة في عموم العراق قالوا إن وجود ميليشيا الحشد ضرورة طالما أن القوات الأمريكية باقية في العراق. اليوم وقد أصبحت القوات الأمريكية صديقة بين معترضتين، صديقة للميليشيا ولمختلف الأحزاب السياسية، لماذا لا يحل الحشد قد يقول جمهور من العراقيين؟ يا سيدي، هذا الحشد شكل نتيجة وجود داعش، سيطرة داعش على المناطق العراقية وانسحاب قوات الجيش من هذه المنطقة. طيب الآن داعش انتهت، لماذا لا يحل إن كان شكل لهذا السبب؟ هذا الحشد أسس لقضية أيديولوجية عقدية لتغيير الهوية العراقية والضغط على المناطق المختلفة معه فكريا وعقائديا ولتغيير ديمقراطي ولتغيير الهوية العراقية، ليس بسبب الأمريكان. لماذا لا يتشكل هذا الحشد عام 2003؟ لماذا لا يتشكل أثناء ما كانت القوات الأمريكية قوات احتلال؟ أين كانت هذه القوات وهذه الميليشيات؟ ألم تكن تقاتل مع الأمريكان وأجنحتها السياسية تدفع بالأمريكان لاحتلال العراق؟ هذه الأكاذيب اليوم ما عاد تنطلي على الشعب العراقي. فوجود الحشد، أي دولة
يوجد فيها قوات مسلحة ولاءها غير وطني، سواء كان ولاءها لمرجع ديني أو لرجل سياسي أو لقائد، هذه القوات غير وطنية، لا يمكن أن تعتبر قوات وطنية. القوات الوطنية هي ولاءها للوطن وللدولة فقط، ومهمتها حفظ النظام. هذه القوات أولا، أول من ضرب النظام في العراق، هذه القوات هي من تؤمن باللا دولة في العراق، هذه القوات ولاءها خارجي، هذه القوات لا تعرف المفهوم الوطني كما هو. لا يوجد قوات في العالم ولاءها لشخص أو لرجل دين أو لرجل أيا كان. القوات المسلحة ولا على الوطن وللدولة فقط. هل الحشد يمتلك هذه المواصفات؟ الجواب لا يا أخي. نعم سيد حسين، هذا الموقف الجديد للميليشيات القابل بالوجود الأمريكي في العراق، ما يعني وقف فكرة التهديد بالثأر لمقتل سليماني وأبو مهدي المهندس، وقد تبخر وذهب أدراج الرياح، هل هذا يعزز فكرة لدى الشارع العراقي أن هذه الميليشيات فقط عبارة عن ظاهرة صوتية ولا تفعل ما تتوعد به؟ هذه الميليشيات نعم هي ظاهرة صوتية تجاه الأمريكان، ولكنها ظاهرة تخريبية تجاه الشعب العراقي وتجاه شعوب المنطقة. نعم هي ظاهرة صوتية تجاه الأعداء الخارجيين، لكنها أبدا هي عصا بيد إيران تضرب بها الشعوب العربية وشعوب المنطقة. هذا هو التوصيف الحقيقي لهذه الميليشيات. وغدا لناظره قريب سنرى هذه الميليشيات ماذا ستفعل، سواء في داخل العراق أم على أطراف حدود العراق. اليوم ندرك أنه هذه الميليشيات تحاسب على أطراف السعودية والكويت، وهي داخلة للحدود السورية، لا يوجد رادع لها، وهي لها دور في اليمن ولها دور في أماكن أخرى. أينما يكون ولاية الفقيه موجودة هذه الميليشيات ويضرب بها. هذه هي تعريف الميليشيات الحقيقية، وهذا هو دورها الطبيعي الذي أنشأت من أجله. الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.